حللت أهلا ووطئت سهلا في ديارك العامرة بالطيبة والخير. أهلا بك أيها الإنسان الطموح الذي كلل مسيرته العلمية بالنجاح. انكب على عمله بجهد وإصرار فتحقق له التميز. دفعه طموحه العلمي إلى نيل الدرجات العليا، فكان إن نال درجة الماجستير في التسويق من جامعات أمريكا، وتوج شهاداته الجامعية بالعمل في مجال تخصصه، فنال راية الخبرة والدراية. السيد البارز حسين محمد السيد مدرب معتمد في التسويق، له باع طويل في مجال الدعاية والإعلان، وخصوصا فيما يخص الكتابة والمكتبات، تلك الكتب التي يجد في ملمسها لذة ما بعدها لذة. على الرغم من تطور وسائل النشر الإلكتروني، ولكن يبقى للكتاب شغفه ومذاقه الخاص، ويبقى للسيد حسين مكانته العريقة في مجال التصوير. في مصر أم الدنيا رأى حسين محمد السيد النور، وتحديدا في منطقة المهندسين. ومنذ نشأته الأولى كان منكبا على تحصيل العلم، فنال الثانوية العامة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكمل دروسه الجامعية في القاهرة، حيث تخرج من جامعتها قسم إدارة الأعمال. بدأ عمله مع والده في مكتبة النهضة المصرية لمدة 7 سنوات، كان خلالها مسؤولا عن التسويق والمكتبات. ومن ثم انتقل في العام 2007 إلى الكويت، وتولى منصب مدير تسويق فندق كراون بلازا. بعدها التحق بمركز سلطان كمدير تسويق وعلاقات عامة في مجموعة المطاعم، ثم مدير إدارة التسويق لمجموعة الثقة. أما الآن فهو يعمل مدير تسويق بمجموعة بدستور. كل ذلك راكم من خبراته العميقة في مجال تخصصه. حقق حسين السيد كثيرا من أحلامه التي أرادها بقوة، فتحققت في كثير منها، ولكن ليس لطموحه سقف، إذ هو طير يريد أن يحلق في أعالي المجد والوصول إلى الأهداف المرجوة. ويبقى حلمه الذي يلح عليه دائما أن يفتتح شركة دعاية وأعلان تملك فروعا على مستوى الشرق الأوسط، وحتما لسوف يحقق ما تصب إليه نفسه، كيف لا وهو المثابر والطموح في مصر. له ذكريات محفورة في مشاعره ووجدانه، وطفولة جميلة لا تزال عالقة في الذاكرة، وأهل وأصحاب وخلان يدفعانه إلى العودة إلى ربوعها المحببة إلى قلبه. أما الكويت فموطنه الثاني، هي بلد الخير والإنسانية، بلد الأمان وتحقيق الأمان والنجاحات المهنية، لم يلق منها إلا الخير، لذلك فهو يكن لها كل المحبة والاحترام. وبعد هذه النجاحات الباهرة التي وسمت حياة المبدع حسين محمد السيد وعمله، لابد من كلمة حق أخيرة أن تقال في رجل هو القدوة لشبابنا، هو المثال الذي ينبغي على الأجيال الصاعدة أن تتعلم منه فن التميز والإبداع. ذلك أن النجاح ليس ضربة حظ
بقدر ما هو جهد وعرق وسعي مستمر، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة العربية على غير صعيد. يعلمنا السيد حسين أن من وضع النجاح نصب عينيه فإنه حتما ملاقيه وسيحصل عليه. فهنيئا لمصر الحبيبة برجل علم ومعرفة فاضل مثلك، وهنيئا للوطن العربي كله بأنموذج فريد من نماذج العصاميين الطموحين، وهنيئا لعائلتك الكبيرة والصغيرة بعنفوان أمل وعطاء يعطي من غير منا، وفخر لنا جميعا بشاب مصري هو الراية الشامخة التي ترى فيها صورة مصغرة عن الإنسان العربي الأصيل.